السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أصدقائي؟ ورجعت لكم بفيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكم. هو هذا الفيديو رح نحكي فيه عن تحديث فاصلة واحد فاصلة 13 فاصلة واحد كمان، يعني صار هلا هي التحديث جديد تاني نزل الفاصلة 13 أصدقائي، وهلا رح نحكي فيه دايما وأبدا. خليكم معنا ومع المقطع ويلا أصدقائي. أول شغلة أصدقائي هي رح نشوف إنه هالباب هذا الخرافي اللي ضافوه جديد، يعني شيء روعة وخيالي. هذا الباب باب يعني ماشي شيء حلو كويس، يعني ممكن واحد يستخدمه لأشياء. والسجر هدولك يعني إنه في تغيير شوي بالسجر، وفي عنا هيك مثلا إذا ردنا نشيل القشر تبع السجر هيك مثلا، طيب نشال صار موديل تاني لأي سجرة وأي لون تقدر مثلا ينشال هذا القشر هذا هيك بصير شكل روعة أصدقائي. وهلا عنا بدنا نحكي على الشعب المرجانية اللي فيها هدول والعشبة والكذا وهالشغلات، هون فيها المكعبات الشعب المرجانية. شايفين أصدقائي هدول بس طلعوا من المي بيصيروا لون الرمادي، ما بعود فيه اللون أبدا. لو كان إنه لون باليابسة هون يضل على حاله فهن شكل روعة في البناء، وما بناء واحد بيستفيد منه أصدقائي. ولكن يعني هيك التحديثة صارت. راح تسألوني ايش هي؟ يلا اصدقائي هي نواة البحر، هي النقطة هون بالنص وهي حواليها راح تساووها هيك قلب المي. يلا هون هي مي شغالة في قلب المي راح تشتغل طبعا، وراح تعطيك تنفس يعني من غير مشروب، يعني ما راح تموت تختنق يعني انه بالتنفس راح ينقصوا الفقاعات عندك، لا راح يضلوا على حالهم على حوالي يعني تقريبا 16 مربع، وإذا سوينا إضافة فوقها راح تصير 32 مربع أصدقائي تقدر تتنفس فيهم، وإضاءة كمان في الليل، يعني ما في داعي إنك تشرب للإضاءة وتشرب للتنفس عشان ما تقتنع وكذا، هي راح تساعدك إذا بنيتها تحت، راح تساعدك في الإضاءة والتنفس. خلينا نشوف شلون راح نسويها معكم تحت، ويلا خليكم معنا. اوكي اصدقائي رح نبنيها هون، وعندك ثلاث احجار بتزبط معك هي الشغله، احجار مثلا لنقول هي البريس مارين والصخور البحريه ومصباح البحري، هدول ثلاثه اي واحد بتبني فيه بزبط معك وبشتغل معك. هي نواه المحيط اسمها نواه المحيط تماما. راح اختار المصباح البحري ونبني عليه اصدقائي. هي بتختار وحده تنتين، هلا بتقولوا لي ضاء مثلا راح اكسره، راح نختار الثاني عشان ما تقولي ضوى. واحد اثنين ثلاثة أربعة، بتختار خمسة وبالنص يعني هي الثالثة بتطلع لفوق شوي وبتحط نواة البحر هون طبعا. لا عفوا هي راح نكسرها طبعا الله، ونحط نواة البحر هون. شايفين أصدقائي ضوت، هي نواة البحر مضيئة، هي بتشيل هي تحتها. هلا هون عندك خمسة بتطلع فيها خمسة لفوق مثلا، خلينا نحط هاي هاي صاروا اثنين ثلاثة أربعة، هاي خمسة بدك تحط واحد اثنين ثلاثة أربعة وهاي خمسة، وراح ننزل شوي لتحت نكملها يعني سكر يعني خمسة يعني مرتاح. لاحظوا اشتغلت معنا أصدقائي، شايفينها؟ شايفين أصدقائي اشتغلت. هلا هيك بتعطيك إنه 16 مكعب حواليك كلياتها مضيئة وما بتختنق، الفقاعات بتضل على حالها. رح نطورها ونساويها مثلا انه تشتغل معنا على 32 يعني مساحة اكبر، بتاخد هالطريقة هي هيك اصدقائي، تبني بتطلع فيها لفوق اصدقائي وهالطريقة هي، كمان تاخد طرف التاني نفس القصة هيك، بتجي على النص هون وحدة وتنتين بتنزل فيها لتحت كمان هون، انزل شوي تمام وحدة تنتين تطلع فيها، هذول كلهم بيشتغلوا معك يعني الأحجار الثلاثة بيشتغلوا معك. خليني أحط حجر الثاني كمان، يعني فيك تسوي كله فرد نوع، فيك تسوي هيك تشكل على كيفك. هلا بنحط هون هيك بهالطريقة هي كمان، هذول بيساعدوا إنه بيعطوك مساحة أكبر تشتغل فيها تماما أصدقائي. عدال كمان بتحطها كمان من هون هيك نفسها تماما اصدقائي. هلا عشان ما تقولوا انه انا ما بشتغل مزبوط راح احط العالم العادي، راح نضيف العالم العادي طبعا، بنحط هان بنضيف هان بنحط العالم هذا. طلعوا القلوب اصدقائي، شايفين الفقاعات ما اثر عليهم ما بينقصوا، فراح نسبح. لا هون في زومبي يلا بيجينا يا شباب، هاي هون سفينه استكشفتها ما فيها شيء، طلع فيها
صندوق بس لا شغلات عادية يعني. شايفين أصدقائي الفقاعات ما عم بنقصوا، تقدر تسبح على كيفك ومكان مضيء يعني حواليها. نشوف لوين راح نوصل مثلا. هاي سباحة تماما أصدقائي، شايفين بعت يعني لأبعد مستوى. خلينا نروح هيك شوي لأن هون في لاج شايفه. بلش ينقصوا الفقاعات أصدقائي، بترجع برجوع نطلع شوي لأني نقصوا الفقاعات، بترجع بتنزل تماما. اوكي اصدقائي لقيناه. الله هي هي كهنة، شايفين اصدقائي شايفين حيطة المعبد دمج ولعب ينقصوا الفقاعات عندي كله تمام اصدقائي، شايفين تمام. والسباحة خرافية اصدقائي. هاي فينا فقاعاتي ما بتنقص، هذا شي خرافي واضافة خرافية في الماء يعني، حتى اضاءة بتساعدك على الاضاءة يعني. هاي يمكن واحد يحطها ببيته او كذا، او انك مثلا شفت سفينة بدك تستشفى براحتك تبنيها على السريع. هاي مربع جنب السفينة بتحطه على السريع 5 بـ5 بـ5 وبتحط النواة وبتضيء حواليك وبراحتك تشتغل تماما اصدقائي، شايفين. اخذته هون ما في شي، كان فيه شغلات عادية، كان فيه هالخوذة بس المزبوطة يعني، كان فيه القمح ما فيه شي محرز يعني اصدقائي. يلا بنطلع هيك. اوكي اصدقائي هلا بعد ما طلعنا من السفينة هاي بنرجع بنسبح سباحة خرافية اصدقائي، شايفينه. هذا المود كتير رائع، مود السباحة اللي اضافوه جديد. هاي السمكات، هاي الدلفين اصدقائي، تعال تعال دلفين، وبلعبوا مع الواحد يعني، انا بحسهم ما يطلع بلش يلحقني. انا فكرت اول شي بده يقتلني بده يدمجني، لا ما بيقتل، هذا بالعكس صديق يعني بيكون. شايفين اصدقائي ليحقيني. راح نجرب انه هلا خليني اشيل الابداع نحطه افضل مشان ما نموت تماما. هاي الابداع اصدقائي، هلا راح نحط زومبي يعني شوف بده يتدمج لما بيتدمج، ما بيتدمج والله بتدمج تماما. شايفين اصدقائي عم يتدمج الزومبي، تقتل الزومبي، شايفين اصدقائي قتلت الزومبي، هذا شيء خرافي كمان، اضافة رائعة يعني. لو حطينا الزومبي راح ينقتل، شايفين عم بموت الزومبي، مات، شو خرافة هذا، ليش ما مات؟ عم بموت هون كمان، شايفين اصدقائي عم تقتله يعني، بتبدلك الزومبي في المي يعني، تقضي على الزومبي كمان نفس الوقت. هذا الاضافة شيء خرافي اصدقائي. خلينا نطلع لفوق طبعا نشوف ايش في، صار تحديثات كمان عنا. السلحفات، السلحفات هي شيء خرافي اللي اسعدت الكل طبعا. خلينا اطلع البيضة تبعت السلاحف نشوف اين هي. هاي الزومبي الاضافة تبعت بيضة السلاحف، اين هي يا ترى؟ هاي هي بيض السلاحف، الى السلاحف اصدقائي تماما. هلا بنحطهم بنشوف، بنضيف سلاحف، هاي وحدة وهي وحدة، طعميهم عشبة، كلوا انتو كلوا انتو، لنشوف شلون يعطونا البيضة. بلشت تحفر مشان تعطي البيضة اصدقائي، شايفينه. هلا هون بتحط البيضة، تماما شي خرافي اصدقائي. وين البيضة يا السلاحف؟ اين البيضة؟
لحد الآن ما شفنا بيضة. هلا بتكون هلا كيف طلعت؟ هاي هي تماما أصدقائي، يوجد بيضة هنا، بيضة السلاحف. شايفين أصدقائي؟ هيك بنكاسرهم بعشبة البحر. كين هاي هي البيضة وبتنكسر، يعني بدك تراعيها. والزومبي هو بيجوا بكسروها، الزومبي الليل وهدول الوحوش هن بكسروها لهاي البيضة. بدك تحميها إذا شفتها، إذا ردت طبعا السلاحف بتحميها بتحاوطها مشان إنه ما يقرب عليها الزومبي، وراح تفقس يعني. بس يعني ايش قد المدة ما عندي علم انه ايمت تطلع السلاحف. هاي هون عنا خيار البحر تماما، شايفين اصدقائي الخيار هون. ايش في عنا كمان؟ هاي الخوذة تبعت السلاحف طبعا، كي حاطها هون انا. والاضافة هاي شو اسمه الرمح، الرمح الاضافة الجديدة هاي السلاح انا طورته. فرجيني يا شوف، هذا رمح مطور، هذا غير مطور، وهذا مطور. رمح مثلا طورناه بالولاء مثلا شان انه يرجع لعنا اذا ضربناه. هنشوف المطور، شايف برجع لعندك مثلا اذا ضربناه، ها راح يرجع لعندي. اما غير المطور فبيضل في ارضه، شايفين اصدقائي ما بيرجع. كان مثلا اذا حصلت على السلاح حاول انك تطوره علشان انه يرجع لك، ما يروح عليك او كذا، ما تقدر تجيبه مثلا. اذا قتلت فيه زومبي يرجع لعندك بسرعة وتقدر تكمل عليه مثلا. مثل هذا مطور، شايفين اصدقائي رجع لعندي مثلا. هلا نشوف مين راح نقتل فيه. قبل شوي شفت هون كريفر وينه اختفى. راح منحط زومبي هلا هون ونقتله. طبعا هلا راح يحترق لان الدنيا شمس. اوه خود هاي لك، وين شايف في اصدقائي راح يكسر البيضه، كسرها. والله انت شرير، لازم تموت. قتلو تماما. هاي نواه البحر اصدقائي، حطيتها هون كنت عم بجرب عليها. بتضوي يوم بالليل يعني، اذا حطيتها لحالها بتضوي في النهار يعني عم تشتغل معك، بس انه هي مخصصه للبحر مشان التنفس مشان الاضاءه. اوكي اصدقائي، هلا وصلنا معكم لنهايه الفيديو. امل انه استفدنا بهي النواه المحيط الذي سويناه المضيئه للبحر والتنفس اصدقائي، والقاضيه على الزومبي. امل انه استفدنا من هذا الفيديو، ولا تنسوا التعليق واللايك والاشتراك اصدقائي لنستمر معكم. والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.